من يومين واحد في الشركة نط من الدور التالت عشان ينتحر، وانتحر ومات في ساعتها. انا كنت واقفة جنبه وهو بياخد اخر نفس لي في الحياة. مسؤول عن كل موظف تحت ايدك، انت كسوبرفايزر وكتيم ليدر، وبيقضي معاك وقت اكتر ما بيقضي في بيته. تخيل انت ممكن تكون قلت له ايه. ممكن تكون يا جماعة فكرة انك تعامل الناس كعبيد، احنا مش عبيد. Thank you.